للتعاون العسكري بين بلادنا والمملكة العربية السعودية الشقيقة. يقوم الفريق أول الركن عبد الرحمن بن صالح البيان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية بزيارة عمل لبلادنا تدوم يومين. هنا بقيادة الأركان العامة للجيوش استقبل قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد للشيخ محمد أحمد ضيفه السعودي والوفد المرافق. وقد تميزت مراسم الاستقبال بعزف تحية الشرف من قبل وحدة من الموسيقى العسكرية، وكذا استعراض تشكيلة من كتيبة القيادة والخدمات جاءت لتأدية الشرف، قبل أن يصافح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية كبار الضباط بقيادة الأركان العامة للجيوش الوطنية. بعد ذلك عقد قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد للشيخ محمد أحمد بمكتبه جلسة عمل مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية. خصص اللقاء لاستعراض مجالات التعاون وسبل تطويرها.